تركين صلاة استبشاتر قصة نوح عليه السلام النبي نوح عليه السلام يتزوج قطر عبرة كنون يقصة إن شاء الله. أولا حمسة بعملات في بعضنا يا قصة قصيوتا يا تزوج يعني قصيوتا يا تدور في عملات صلى الله عليه وسلم تسلية يعني يبخر جنو يبقي أبتنو تشجيع خليتنو أن يعني كتاب اشتري عنده فنبارة صلى الله عليه وسلم ويزاقه كل زفرة وابقوا قد بطعا كنت من نبيه في فنباره كل قراءه أي كقال زفرة أبتي وري شاء جفما يفدو جفما زع شاء مغفوان قار خاغة أبدا قابسو تريدي قتل أغور أو فنبار هم يعدش أعلم فنبارة صلى الله عليه وسلم قريقه كريم عارف فتشتا في زيم دورة تحم في فنبار كفير غفا في زيم دورة يا شيش بس شو صار؟ حملي غتشك غت تدرس بغمبارم زين بأورهم بس كان. أرتي في دو. أرتي في أورا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب يرو. يعني عبرة تدخلو حم في ربعنا حد ما غتخو بغمبار كم يعصي كذا بوصني. لا يا شيش بس كذا بوصني. تاريخ مجوف أزوك انفصل أو علم سي انفصل. إنما زب بوصني توي دين كيف عاوي كذا؟ كثر كتكون فايه. أعطينا فرجت مستبشى أدر نوح عليه السلام نوح عليه السلام فيصا ثو يعت تكتب تكتب قطعة هو نوح ابن لامك ابن متفلخ ابن خلوخ يعني يص غريب زرع بلا إلى آخره قدر زرع ولا يعطي يعطي هما بجرفة شيء شيء ثر آدم عليه السلام يحفظ ماشيش أنا آدم عليه السلام يعني زي كلام كيف كوشر آدم عليه السلام كيف كوشر خلنا نقول والله أعلم إدريس عليه السلام استاذ والله النبي وقام داره أريد يبقى ما يشيش حام كان مولده بعد وفاة آدم عليه السلام ب126 سنة فيما ذكره ابن جرير ابن جرير في أولر بعد 126 سنة آدم عليه السلام زفر تبقى يا فاتحة نوح عليه السلام يجريه آدم عليه السلام ريا بزبدة 10 قرون قرنه 10 اتفق ربك وتب طيب رأي ابن عباس في صحيح البخاري كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام يعني آدم عليه السلام ريا نوح عليه السلام ريا بزبدة 10 قرنه ده زب سوار تحرز رفعين في الدرزاك وكشتو طيب طيب قرنر 100 عقبة يعني 100 سنة فس قرن مية تيجي إبراهيم كده أولا يوبين مئة طيب كل قرن 100 سنة صفك عادة قرن زاورة قرين أحرار 100 سنة يعني حسبت شخص من 10 في 100 1000 سنة يا بزنت هاي قرن جيل يد كتمة قرن زكرة دور يا أولا جيل زتكيو عليك أي محفظ معنية هاي أولا قمنا صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني يعني من جيجا يعني تزدش كقرار ساس يدور ذا قمدي يعني صحاب هبة يعني خير شو غش شعر كتا صحاب قرار يعني معنك تحفظ يا قرر 100 سنة يا جيل دور وتاتي جيل معنك قطة كتا حوجيل أفتوز قرن آلاف السنين يحغنيت شتا توصل تدرس قنبا أو تصفوش أعرفر أو أختم برش يحفش دور شتا أصلاً يعني فلس فيش وفيش تغفر وكنت أتغب دونيك زيتك إفاي غلط صفر أرتي عني يعني بشفر كحوز بشو طيب هيك اشتت حام في غفاء آدم عليه السلام فالسببات
حين بعث الله نوحا عليه السلام لما عبدت الأصنام والطواغيت وشرع الناس في الضلالة والكفر فبعثه الله رحمة للعباد. نوح عليه السلام يقضي غد بعبر آدم عليه السلام قيجي دين تتر لا أحكي لكم صفر زي أحكي وبلا دين تكي وبلا وركة تشرع فيها وبلا صنم هنا فبشر كل هذا وبلا يزغل تحاني بجوع جا قافي غدوا نبي نوح عليه السلام وبزاتهم قدري عن قدري عن المصدر يا ترى في غمارة غير ما تحافظ نوح عليه السلام يعني دعوة يصور وبعدين كنا عايش تقول نوح عليه السلام ثي كلي صاغة يقال لهم بنو راسل أدري توقع كابس أبز إيش كان بنو راسل كاري صاغة إيك شو دوا قطع في غمارة شو دوا حمزة غير بابا إيك خلاف شيء ولا ما كان بيا ثي أولا ينبجغر يعني زيكم تحسوا بالجغر زبكم في أولا 50 سنة زبكم في أولا 350 زبكم في أولا 480 سنة يسمع في غمبار وتحق يبقى والعلم عند الله حال مزاق زي سوري يعني إكتب أغرط أفكار دين فكرة إكتب وش رأخوة تكتب إنه قيجا قيجا صف دوق قولك إش أغرط ودن سواع يغوث يعوق إلى آخرين كثير صف دوق قولك يا فوجي يعني يا شو بدأت غلط صفكر يا فتشرك فكو يا قد وكو يهر يا شيخ وان بدي يا إمام رتو وان بدو شتك فتزود شو رب يسغل يا ودن وسواع ويغوث أعطيك حزة لك شيء آخر قاتلك قاري آخر قاتل صف دوم وكما يقول زدش صغلت فاكما شو يعني ذكر شكو صغل غاصر جفت يا صح يا صفو كنت فاكو يا لجهر إلى آخره أنا يجهز أطلجك يعني المريزة ودن يخد في أبوك شتا يا ودن ويغوث قطعة صفقة بتغكف يعني صف دوبر كثر يا أبو جت طبعا كم يا رسول الله كان النجاة في يوم كثر يمشي الرواية اللي ورا ابن جرير هم يقوا هذه أسماء رجال صالحين صف دوبر من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها إنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ذلك فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبد وقال ابن عباس وصار هذه الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد فيقول ابن عباس جاء صنم فيها شفت أبا جكر عرب كمي صنم كم شفت شفت أبا فقال سكر جكر يا صنم كمي الشارع يمشي رواية قلت لك شيطان القاتمية زي شاهم شيطان تفتزي يا غفر في أمر فكرة يا ريت رأي في أو فتز في جالس كم صنم كل شيء صنم يعني يا شكل بس هم دبابة صفقة سو كيف صنم كل شيء صنم شو إيش كم كم قص عبادة مية حتى كم شو تلجة يفعل في كت في إمام ذكر يا صف كم في جالس عبادة كم 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 يفعل في كت حتى لو كت تعبير عارف كيف لس ولا فكرة دبابة يعني يا صنم كم تلجة حتى يبقى شيطان يا في صور حتى غيري ما بيع عرف زهون تقدر زهونه ميسم فريشو صنعتك يا خوش كنتو أنا ترى أقول يا بنت الله صنم يا شو بس صنم يبتدنا أكتب خوش كنا زطش غم يا جعلك ما يا جعلك ما تخيال بتخيلك تخيال بتخيل خوش تخيال لا أنا يا قد في غش كبير لأوقع يعني زب سوى يا أمور كتة دنيا من أمور كتة يا خلاري أحلى حفر يا شو بشر بيد تكبر أنا كي كزون واحدة قصي حتى يشاغر نوح عليه السلام في لقاء وغزان شو كي راح يشوفه حرز الزاق ويا ريغو في كيشو تفتو أسلوب دعوة أسلوب دعوة عم تفتو زر يشغر قيرا ناغت يأغو دعوة زر يشغر يعني شاشي ما في دعوة يصور شفو شاقوي شفو يصور دعوة يا ريغو شاقوي يا أخي صفت من ريغا شوي أرم بوزغمي صف زر زر ويا ريغو شاق أنا نفرق جماعات قاعدة بشعب رفرة تقول ترغيب يصور ترغيب يصور يعني شعر كي غضب بستيف ترغيب يصور يعني في زندة أورا ما أعرف كيف أكثر جهنس بوري قيد أورا أنا قلت لي شاغر ترغيب من قلت لي شاغر فقلت استغفروا ربكم طيب أورا استغفار قيحي أورا يرسل السماء عليكم مدرارا استغفار قيحي أورا حق خير غشكتي أورا ويمددكم بأموال وبنين